كبير، ما تعليقك؟ نحن بدون زلزال آخر الوضع كارثي، ما بالك بحدوث زلزال آخر. يعني ولكن نأمل مع يعني أن يكون هناك وعي لدى الذين يشرفون على الإغاثة والمساعدات التي تصل. حقيقة الأمر دعني أقول لك بأن الإمارات العربية المتحدة لوحدها أرسلت نصف أسطول الطائرات أو المساعدات عبر الجو الذي وصل إلى الأراضي السورية، وهذا رقم كبير جدا، يعني أكثر من 90 طائرة إماراتية نقلت منذ السادس من الشهر الجاري وإلى الآن مساعدات إلى داخل المناطق السورية، الشمال غرب سوريا. المساعدات تدخل إليه عبر البوابات مع تركيا بعد رفض هيئة تحرير الشام أن تفتح البوابة مع مناطق النظام. نعم، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا من كوفنتري البريطانية، السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق